بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اهلا ومرحبا بكم ايها الطلاب والطالبات في الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من دروس القران الكريم حسب منهج تحفيظ القران الكريم اليوم سوف نتلو آيات ونتعلم تلاوة آيات من سورة الشعراء من الآية الثالثة والأربعين إلى الآية الثامنة والستين إن شاء الله تعالى أهداف الدرس أولا طلب الأجر من الله تعالى أن يقرأ الطالب والطالبة الآيات يطلبون الأجر من الله تعالى بهذه التلاوة لأن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة أيضا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء. أن يتلو الطالب والطالبة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء. لكن كيف يتم ذلك إن شاء الله؟ أولا التمهل والتأني أثناء التلاوة. كذلك التركيز والنظر إلى الكلمة والتركيز على الحرف والحركة التي على الحرف. يعني لا نقرأ الحرف إلا بعد النظر إلى الحركة التي عليه حتى نقرأ قراءة صحيحة ونتمكن لما نتأنى في القراءة ونتمهل نتمكن من رؤية الحركة فنقرأ الحرف حسب الحركة التي عليه أيضا من أهداف درسنا تطبيق أحكام التجويد أن يقرأ الطالب والطالبة الآيات مطبقين أحكام التجويد كذلك من الاهداف التلاوه بتدبر وخشوع، ان يقرا الطالب والطالبه الايات بتدبر وخشوع حتى يفهموا كلام الله ثم يعملوا به. الاداب اداب تلاوه القران الكريم اولا الطهاره نتوضا قبل تلاوه القران الكريم. ايضا الاخلاص لله عز وجل نقرا ونحن نرجو ثواب الله. ونرجو رضا الله عز وجل. كذلك الاستعاذه بالله قبل التلاوه. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل تلاوه القران الكريم ايضا بتمهل وتأني ليس بالسرعه. تحسين الصوت بالتلاوه من الاداب. كذلك البسملة في اوائل السور من اداب التلاوه. ايضا القراءة بتدبر حتى نفهم كلام الله عز وجل. ومن الآداب التسبيح عند آيات التنزيه. الآيات التي فيها تنزيه لله عز وجل مثل الآيات التي فيها ذكر أسمائه وصفاته أو الآيات التي فيها ذكر التسبيح نقول سبحان الله ثم نكمل الآيات. سؤال الله من فضله عند آيات الوعد. آيات الوعد بالرحمة والمغفرة والجنة إذا قرأناها نسأل الله من فضله ثم نكمل. الاستعاذة بالله عند آيات الوعيد. الآيات التي فيها وعيد بالعذاب أو بالنار نستعيذ بالله من عذاب الله ومن وعيده إذا قرأناها. الآن سنقرأ الآيات. أولاً سأقرأ لكم الآيات سأقرأ لكم كل مجموعة لوحدها وأبين لكم الكلمات التي نحتاج إلى بيانها ثم تقرؤون انتم الآيات لأن من أهداف درسنا أن يقرأ الطالب والطالبة الآيات، أنتم تقرؤون أولا استمعوا ثم أبين لكم الكلمات ثم الأحكام التجويديه التي أخذناها في دروس التجويد ثم بعد ذلك تقرؤون أنتم تطبقون القراءة الصحيحه، أولا استمعوا لهذه القراءة نسأل الله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقي السحره ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بارك الله فيكم، الآن ننتبه إلى بعض الكلمات، كلمة: قال لهم موسى ألقوا الفتحة على الهمزة ألقوا ما, أن... ما أنتم ملقون لاحظوا الميم المضمومة ما أنتم ملقون أيضا كلمة حبا حبالهم ننتبه الحركات وعي لاحظوا الياء المشدوده وعليها فتحه وعِصِيَّهم اذا حبالهم وعِصِيَّهم وقالوا بعزة فرعون كلمة بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون كلمة لاحظوا هذه كلمة سهلة جدا نقرأ من الحرف الأول مع الانتباه للحركة تلقف فإذا هي تلقف تلقف ما يفي يأ في يأفكون في يأ ننتبه الكسره في حرف الفاء تلقف ما يأفكون ايضا كلمه راح لاحظوا انظروا الى الحركات من الحرف الاول فأُلقي أرتب الكلمات، أرتب الأحرف فألقي انتبه فألقي السحرة انتبه فألقي السحرة بالضم على التاء المربوطة إذا انتبه للحركات حتى أقرأ قراءة صحيحة نبحث عن أحكام التجويد التي أخذناها ما الحكم هنا؟ ميم ساكنة وجاء بعدها ميم ما الحكم هنا ان الميم الساكنه اخذنا لها ثلاثه احكام الاول الاخفاء الحكم الاول من احكام الميم الساكنه الاخفاء متى عند حرف الباء ثانيا الادغام عند حرف الميم ثالثا ال الاظهار عند باقي باقي الاحرف ارايتم هذه احكام الميم الساكنه طيب هنا الحكم ما هو ميم اتى بعدها ميم اذا الحكم احسنتم ادغام كذلك هنا ما انتم ملقون هنا ادغام الميم في الميم اذا إضغام الميم في الميم هذا الحكم من احكام الميم الساكن اخذناه طيب الحكم هنا وعصيهم وقالوا ما الحكم هنا هنا الاظهار كما هو مكتوب عند باقي الأحرف إذا ننتبه لأحكام الميم الساكن نطبقها ونقرأها طيب عندنا النون المشددة هذه دا هذه دائما أي نون مشددة طبعا تعرفون أننا نأتي بالغنة فيها بمقدار حركتين إن آمنا هكذا نطبق هذه النون المشددة الآن تقرؤون أنتم الآيات دوركم أنتم بالقراءة لأن يعني من أهداف درسنا أن يقرأ الطالب والطالبة الآيات الآن تقرؤون وسأساعدكم بالقراءة معكم لنطبق سويا الأحكام التجويدية ونقرأ قراءة صحيحة مع الانتباه للحركات نبدأ على بركة الله اقرأوا الاستعاذة أولا مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأوا احسنتم وبارك الله فيكم. نبدأ القراءة اقرأوا وانظروا انظروا إلى الحركات "قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون" أحسنتم نكمل اقرأوا فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أحسنتم وبارك الله فيكم، ننتقل إلى الآيات التالية. نقرأها أولاً وأنتم تستمعون، الآن استماع ونظر وتركيز الحركات بعد قليل أبين لكم الكلمات قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين "وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، أن أسر بعبادي إنكم متبعون" بارك الله فيكم، الآيات سهلة جدا نريد منكم انتباه وتركيز ننتبه إلى بعض الكلمات لاحظوا معي آمنتم المد في الألف هذه مثلها آذن الألف هنا نمدها هذا آه مد يسمى مد بدل وهو مثل المد الطبيعي نمده مقدار حركتين المهم أن تطبقوا المد فيها مد عادي آمنتم آذن لاحظوا همزة ثم بعدها الألف ننطق الهمزه وننطق بعدها الالف نركز عليها ننتبه الى واو الصله هذه موصوله بالهاء له قبل انه لكبيركم الواو هذه نقراها في حال الوصل نقف عند علامات الوقف في القران الكريم صله نقف عند هذه الكلمة، عند هذه على هذه أيضا علامة الوقف صلة، نقف عندها حتى نأخذ نفس ثم نكمل القراءة. طيب عندنا بارك الله فيكم كلمة لك لاحظوا الراء عليها ضمة. لك كبيركم الذي لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. أيضا لأقطعن النون المشدده مع الغنه أيديا الفتحه على الياء أيديكم الفتحه على الياء أيديكم التي بعدها وأرجو لكم أيضا الفتح على اللام هنا طيب أيديكم وأرجو لكم ننتبه إلى الحركات كما قلنا لكم كلمة من اقرأوا هذه الكلمة أنتم اقرأوها حسب ما علمتكم من قراءة الكلمات من خلاف لاحظوا الكلمة خي وعندنا ألف صغيرة خلاف خلاف من خلاف ولا أصلي لم تكسرة ولا أصلبنكم أجمعين كلمات سهلة فقط انتبهوا للحركات كلمة ضير ضاد يا ضاد مفتوحة وياء ساكنة لا ضير نقف عند علامات الوقف صلة قالوا لا ضير ضير كلمة سهلة التي بعدها منقلبون منقلبون كذلك هنا كلمات نطمع لاحظ الضم في العين نطمعُ كلمة رب ربنا الباء عليها ضمة خطايانا أن النون ايه الهمزة عليها فتحة أن هكذا نقرأ أيضا هنا عندنا كلمة كلمة أن 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 أسري بعبادي لاحظوا أن أسري بعبادي الراء مكسورة فقط لا نحول الكسرة إلى ياء أن أسري بعبادي خطفة حركة يسير على على الراء حركة الكسر أن أسري بعبادي لا نزيد في الكسرة لو زدنا فيها صارت ياء الآن على بركة الله نقرأ سويا اقرأوا معي الآيات مع التركيز والانتباه إلى الحركات استعدوا للقراءة وانظروا الى الكلمات قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أحسنتم وبارك الله فيكم. الآيات التالية. أقرأ لكم وتستمعون ثم نقرأ الآيات. استمعوا وانظروا فارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك واورثناها بني اسرائيل فاتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين كلمات سهلة جدا ننتبه فقط إلى الحركات فرعون بالضم في المدائن كلمة لا شير ذيمة ركز وركزي على الحركات لا شير ذيمة قليلون لا قليلون حاذرون الحاء بعدها ألف صغيرة نمد هذه الالف حاذرون كلمات سهله جدا تراء تراء الجمعان فلما تراء الجمعان لمدركون لا لمدركون. طيب الكلمات سهله، الآن ستقرأ معي الآيات، نركز وننتبه إلى الآيات، اقرأوا معي كما قرأتم في المرات الأولى. ابدأوا فأرسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك واورثناها بني اسرائيل فاتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين أحسنتم ننتقل إلى آخر الآيات في هذا الدرس أقرأ لكم وأنتم تستمعون وتنظرون فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. كلمات سهله ننتبه الى المدود نمدها علامات المدود. لاحظوا معنا هنا أن اضرب النون تحت كسرة أن اضرب أن اضرب بعصاك طيب كلمة فانفلق فانفلق كلمة كل فرق كالطود كل فرق كالطود العظيم كلمه ثم الثاء عليها فتحه وازلفنا ثم لاحظوا الثاء عليها فتحه وازلفنا ثم لكن هنا ماذا نلاحظ الثاء ماذا عليها هنا في الكلمه الثانيه عليها ضمه ثم اذا رايتم الكلمتين متشابهتين. كلمتين متشابهتين لكن تختلف الحركه الاولى فتحه الثانيه ضمه ارايتم كيف ان الحركات تغير الكلمات ركزوا على هذه الكلمات نقرا الان على بركه الله تقراوا معي الايات. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى هو العزيز الرحيم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إلى هنا وصلنا إلى ختام درسنا اقرأوا الآيات من المصحف المعلم أو المصحف المرتل ورتلوا وجودوا التلاوة إلى درس جديد القاكم على خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته